صباح عليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لفقرة دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح عليك يا دكتور. صباح الخير. هنتكلم النهاردة عن جمال الأنف، وخلينا نبتدي في البداية بتكوين أو تركيب الأنف. والحقيقة الأنف دي جزء جمالي هام جدا بالنسبة للوجه، بالنسبة لجسم الإنسان. ودايما لما أحب أتكلم عن الأنف أقول دايما نفتكر رقم ثلاثة. الأنف أساسا بتقع في الثلث الأوسط من الوجه، ودايما الأنف بتتركب من ثلاث أجزاء: الجزء الخلفي أو الأعلى جزء عظمي، والجزء الأوسط جزء غضروفي، والجزء الأمامي جزء دهني أو رخو. لا مش كده وبس، ده كمان الجزء العظمي بيتكلم من مكون من ثلاث عظيمات، والجزء الغضروفي بيتكون من ثلاث غضاريف. أيضا الأنف لو بصيتي لها من أي اتجاه، من الجنب اليمين أو الشمال أو من أسفل، هتلاقيها عبارة عن مثلث. عشان كده نقدر نقول ان الانف عبارة عن هرم قاعدته مثلثة، وتقدر تبص عليه من اي جانب تفتكر رقم ثلاثة. فده هو تركيب الانف. اشهر اصابات الانف اللي ممكن نتعرض لها ايه؟ بنحب دايما نتكلم عن اي اصابات يا استاذة، بنقول انا دايما بحب اقسمها لاربع مجموعات. المجموعة الاولى الاصابات اللي هي التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب اي جزء من جسم الانسان. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الالتهابات اللي ممكن تصيب الانف. المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الكسور والإصابات اللي ممكن تصيب الأنف. المجموعة الرابعة مجموعة الأورام اللي ممكن تصيب الأنف. لو حبيت نبدأ بالتشوهات. التشوهات الخلقية أسبابها زي أسباب أي تشوهات خلقية، اللي هي مجموعة كبيرة من الأسباب، قد يكون منها زواج الأقارب، قد يكون زي اللي موجود قدامي شفة أرنبية تم إصلاحها فعمل في قطع فعامل تشوه في الأنف، في ناحية الفتحة بتاعتها غير التانية والتناسق بتاعها غير التناسق. الحاجة طبعا زواج الأقارب ده سبب، ممكن تعرض الأم للإشعاع ده سبب، ممكن تناول الأم بعض الأدوية والعقاقير أثناء فترة الحمل ده سبب، ممكن الحاجة الرابعة اللي هي إصابة الأم ببعض الأمراض. يمكن الست البنت اللي فاتت دي عمليتها ببينها بطريقة كاريكاتيرية، إن إحنا بنعمل قطع معين من الأنف بطريقة معينة، وبعدين نقلب الأنف، وبعدين نتم استئصال أجزاء من الأجزاء اللي موجودة في داخل الأنف اللي عاملة هذا التشوه، وبعد كده بيبقى الجرح تمام. اللي بيحصل ان هذه الاصابة او هذا الاصلاح، زي ما انت شايفها هنا غضاريف الانف موجودة، بنستأصل جزء من العظام من الخلف وجزء من الغضاريف من الامام، وبتكون النتيجة في الاخر اللي هو التناسق اللي انت محتاجة انك انت تعمليه. فده بالنسبة للتشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الانف. وزي ما انا قلت لك اشهرها على الاطلاق اللي هي الشفة الارنبية، لو كانت ممتدة الى داخل الانف بيتم اصلاحها في بدايه حياه الطفل عن طريق اصلاح الشفه الارنبيه وجزء من الانف، وبعدين لما يوصل المريض لسن البلوغ زي ما انت شايفه بنقدر نعمل. في فرق يا دكتور ما بين التشوهات الخلقيه والعيوب الخلقيه؟ لا، هي نفس المجموعه من التشوهات، بس هنا هو بيكون في تشوه زي ما احنا قلنا مصاحب للشفه الارنبيه، قد يكون الانف كبيره او صغيره او مرتفعه او منخفضه او واسع متسعه او ضيقه، او اهم تشوه خلقي اللي هو سندام الجمل اللي احنا بنلاقي فيه بروز موجود في هذه العظمه بطريقه معينه، وممكن بعد كده برضو يتم الاصلاح والتدخل الجراحي بالنسبه له. ازاي بيتم التعامل مع الكسور اللي ممكن يحدث في الانف، ممكن من خلال الاصابه او حادث لا قدر الله؟ شوف سيادتك، الكسور دي ممكن بنلاقيها في حوادث زي ما انت قلت، حوادث عربيات او حاجه زي كده، او رياضات عنيفه زي الملاكمه. ممكن ابص الاقي رياضه زي الملاكمه او الكونغ فو او الرياضات العنيفه المصارعه، الحاجات دي كلها بيحصل كسر الانف. زي هنا في كسر موجود في الانف، الكسر ده قد يكون كسر بسيط، بمعنى ان في جزء اتكسر بس الجلد سليم من الخارج والجلد سليم من ناحيه الغشاء المخاطي من الداخل. وفي نوع ثاني من الكسر بنسميه الكسر المضاعف، يعني هنا برضه اصابه ناتجه عن حادث او اصابه ناتجه عن رياضه عنيفه. الكسر الخارجي الثاني اللي هو الكسر المركب اللي فيه بيبقى قطع في الانف وابتدى الدم يطلع لبره، سواء كان القطع من الداخل او من الخارج. زي ما انت شايفه هنا الانسان ده اتعرض لاصابه ناتج عنها انحناء في الحاجز الانفي ونزيف وحاجات زي كده. فهي دي الكسور او الاصابات الناتجه عن كسر. هنا برضو حادث نتج عنه قطع معين في تحت العين، وايضا وده كان ناتج عن رياضه عنيفه زي مرايد الكونغ فو او الملاكمه. الالتهابات الانف وتناول العقاقير بطريقه فرديه والتصرفات الخاطئه مننا. انت سيادتك قلت هنا الالتهابات، الحقيقه انت قلتيها بطريقه كويسه جدا، اللي هي مجموعتين من الالتهابات. قد تكون التهابات
غير معدية زي ما سيادتك قلتي حساسية أو تناول أدوية أو تناول عقاقير وهكذا، دي نوع من الالتهابات. النوع الثاني الالتهابات المعدية اللي هي التهابات ناتجة عن إصابات بكتيرية، أشهرها طبعا حب الشباب لو أصاب الخدين وابتدى يدخل على الأنف، أو ده التهابات بكتيرية. في التهابات فطرية، بعض الفطريات لو مسكت الخدين ودخلت على الأنف تبقى التهابات فطرية. وأيضا في التهابات فيروسية زي الهربس، لو أصاب مثلا الشفة وابتدى يطلع ناحية الأنف ده التهابات فيروسية. فهنا مجموعتين من الالتهابات، قد تكون معدية زي حب الشباب والبكتيريا وحاجات زي كده، وقد تكون غير معدية زي بعض أنواع المكياج إذا وضعت على الجلد بطريقة معينة، أو بعض أنواع الحساسية أو الأدوية أو العقاقير وهكذا أو الكريمات المعطية وهكذا. لو كلمنا عن أورام الأنف يا دكتور، أورام الأنف بيتم التعامل معها من خلال التدخل الجراحي ولا من خلال التكنولوجيا الجديدة الليزر وخلافه؟ لا شوفي، هو الأورام دي الأول أنواعها أنواع كتير جدا حسب النوع الورم بنقدر نتعامل معه. يعني في ورم بيكون من داخل الأنف عبارة عن بوليب، عبارة عن تليف نازل من داخل الأنف، ده يتم التعامل معه عن طريق الليزر والتدخل الجراحي البسيط. ممكن يكون ورم دموي، ده يتم التعامل معه بالليزر وبعدين التدخل الجراحي. ممكن يكون الورم ده ناتج عن بعض الإصابات زي الورم العظمي، وممكن يكون ورم سرطاني قاعدي موجود زي الأوستوكلاستوما والأدامنتوما وحاجات زي كده. يعني دي بقى ورم سرطاني في مكانه ما ينتشرش بقى أجزاء الجسم، وقد يكون ورم سرطاني جاي من عظمة عليا أو سفلى وينتشر إلى داخل الجسم. فحسب الحالة اللي قدامك أنت بتتعامل. لو كان عندك ورم سرطاني ماسك الخد وداخل على الأنف وبينتشر في الجسم، هنا ليس دور لأي جراحة، ليس دور للليزر على الإطلاق، وإنما في تدخل جراحي، وبعض الحالات قد يكون علاج بالإشعاع أو العلاج الكيماوي وهكذا. امتى الدكتور او جراح التجميل يقول لا لازم يبقى في عملية او لازم التدخل الجراحي؟ شوف سيادتك، التدخل الجراحي معروف جدا لو المريض عندك بيشتكي وانت شايفة ان في اصابة باثولوجية موجودة في المريض، يبقى هنا يتم التدخل الجراحي. بس هو امتى وقت التدخل الجراحي؟ ده المهم جدا. لو جالك مريض اصيب باصابة، فالتدخل الجراحي مجرد ما حدث الاصابة انت بتدخل عشان صلاح الاصابة. لكن لو جاي لك حد تجميل عنده سندام جمل او عنده انف كبيرة او انف صغيرة وعايزة تظبطها او الولد عايز يظبطها، فبيكون هنا التدخل الجراحي وقت سن البلوغ. ما ينفعش تعمل عملية في طفل عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين عشان تظبط له انفه الكبيرة، او عنده سندام جمل تصلحي له عنده 11 12 سنة. لازم الولد او البنت على الاقل يدخل لمرحلة البلوغ وبعدين تبتدي تعمل التدخل الجراحي، لان غضاريف لما تكون غضاريف عظامات الانف كلها قد تم نموها، علشان لما تعمل عملية تستقر. لان ممكن تعمل عملية في طفل صغير او واحد لسه قبل مرحلة البلوغ، شكلها الجمالي وقت العملية جميل، ولكن لما ابتدى يبلغ تبص تلاقي مراكز النمو بتاعت الانف اتغيرت وابتدى يديني منظر غير جمالي وغير مقبول. امتى حضرتك بترفض التدخل الجراحي في الانف؟ الحقيقة انا سعيد بالسؤال ده جدا. ليه؟ لان مش كل واحد يجي يطلب تدخل جراحي للانف احنا نتعامل معاه. انا ما اتدخلش لو كان في التهابات موجوده في الانف، لازم الاول اصلح هذه الالتهابات، حب شباب، التهابات بكتيريه، التهابات فيروسيه، حاجات ناتجه عن المكياجات او الكريمات الموضعيه، الاول اصلحها وبعدين اتعامل. الحاجه الثانيه، لو انا كشفت عن المريض ولقيت ان المريض التحسن اللي هو طالبه مش هيجي بالتدخل الجراحي، ما اعملهوش، او بمعنى اصح ما عندهوش اي اصابه تستدعي التدخل الجراحي. الحاجه الثالثه، ان في بعض الحالات بتجيلك مهزوزه، هو مش عارف عايز ايه. يعني مثلا واحده عملت رجيم قاسي جدا، كانت النتيجه الخدين نزلوا فالانف بانت، فتقول لك انا عايز اصلح الانف. طب ما البدايه كانت في الخدين، نصلح الخدين حلال الانف رجعت كما كانت. او ان مريض يقول لك انا عايز اعمل انف زي انف فلان او انف فلان او الكلام ده كله، في الحاله دي بيبقى فيه اهتزاز نفسي في المريض. والحقيقه الانف من اكثر الاعضاء في جسم الانسان اللي فيها احنا بنحتاج تدخل من طبيب نفسي، ان هو يقعد مع المريض ويعرف هل العملية اللي أنا هعملها هيستفاد منها ولا لا. وده بيكون غالبا في حال بعض الحالات الكثيرة جدا بالنسبة لإصابات الأنف. ده يخليني يا دكتور أسألك، أكيد يعني هناك حالات كتير يعني بيطلبوا أن هم الأنف بتاعتهم تبقى شبه ممثلة من ممثلات، أو تكون صغيرة، أو تكون مش عارفة شكلها إيه، رغم أن ده ممكن ما يكونش متناسق مع شكل الوش. وسيادتك لو جبت اجمل انف زي ما بنقول دايما، واجمل عينين واجمل خدود، وحطيتيهم في امراه، هتطلع اقبح امراه. يعني التناسق لابد ان يمر مع نفس المنظر الجمالي بتاع الانسان. ودايما عايز اقول لك ان الجمال الخارجي ده شيء، والجمال الداخلي ايضا شيء تاني، ولازم يكون في توافق بين الاثنين. انما اذا طلب مني
ان اعمل اي تدخل جراحي شبه فلان او شبه فلانه هنا لا، هنا لا يتم التدخل الجراحي. نتكلم يا دكتور عن الجزء التعويضي للانف، امتى بلجا لتركيب جزء تعويضي وبيكون مصدره منين؟ الحقيقه السؤال ده سؤال مهم جدا. واحد اتعرض لحادث او واحد عمل ورم سرطاني استأصلنا جزء من الانف. هنا بيتم حاجه من حاجتين، يا يعني اما بجيب جزء تعويضي اخده من مقدمه الراس الجلد الموجود والفه على الانف، ودي اسمها الطريقه الهنديه، او اخده من الخدين ودي الطريقه الفرنسيه، او اخده من الرقبه والف الجلد على الانف ودي الطريقه الايطاليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اكون محتاج اني اخد جزء عظمي في اقرب حته للعظام غضاريف الانف الاذن، فممكن اخد جزء من غضاريف الاذن من الخلف بحيث انها ما تبانش واعمل هذا الجزء التعويضي اللي تم فقدانه ويتم الاصلاح والتدخل الجراحي بيه. ايضا لو كنت محتاج جلد، ويمكن في حاجات ممكن هنعرضها، ان انا بعض الحالات باخد جزء من الجلد من خلف الاذن واعرضه على الانف من الامام، وده برضو ممكن يكون جزء قريب من الانف. حالات كثيرة جدا ايضا انت بتضطر تستخدمي جزء من السيليكون وده من الخارج، او جزء من بعض المواد اللي هي اسفنجية الشكل اللي هي مجرد بتزرعيها في داخل الانف تدخل الاوردة والشرايين داخلها وتبتدي تاخد وتتعامل مع نسيج الانسان كأنها جزء من جنسية الانسان، ودي برضو حاجات من الحاجات اللي متفق عليها دوليا واللي ماخده موافقات دولية نقدر نعملها. يبقى انت عشان تتكلمي عن جزء تعويضي قد يكون من الخارج على هيئة السيليكون وبعض المواد الاسفنجية، او قد يكون من الداخل من غضاريف الاذن، او قد تقديم جزء من غضاريف الريش بتاعة القفص الصدري، او قد تكون جزء عظمي دي من عظام الحوض وهكذا. انت محتاجه تاخدي جزء فيه تناسق وتقارب بالنسبه لجلد وانسجه الانف، وبتقدري تاخديه يا من الانسان يا من خارج الانسان. بس يا دكتور بالنسبه للاجزاء التعويضيه اللي هي زي السيليكون او الحاجات الصناعيه دي بتدي نفس الشكل او المظهر الخارجي الطبيعي للانف؟ على تماما. بس انت المفروض انك انت تختاري الجزء المناسب للمريض المناسب، لان زي ما انا بقول لك ان هو التجميل ده فن، انك انت في ذوق وفي احساس وفي منظر جمالي، انت كل اللي مطلوبين فيه ان الانسان يكون قريبا جدا الى المنظر الطبيعي اللي كان موجود عليه. وده بيرجع لخبره الطبيب ويرجع على المواد المتاحه قدامك والظروف المتاحه قدامك، خبرتك قد ايه، تقدري تستعملي ايه، تقدري تتعاملي مع الانف ازاي وهكذا. طيب يا دكتور لو في حاله في عندها عيب خلقي في الانف او شكلها فعلا يعني في مشكله، هل حضرتك اللي بتوجه المريض ان هيبقى شكل الانف كذا ولا بتديله حريه الاختيار؟ بص يا استاذه، في حالات ما فيش حريه اختيار. بمعنى ايه؟ يعني بيكون عندك عيب خلقي في جنب الانف والجنب الثاني قدامك، فانت محتاجه انك تتعاملي مع الانف في الجزء المصاب بحيث انه يبقى قريب الشبه من الجزء الاساسي، فانت في الحاله دي ما عندكيش اختيار، انت بتلعبي على جزء سليم وبتحاولي انك تخلي الجزء المصاب قريب الشبه بالجزء السليم، فهنا ما فيش اختيار، انت بتحاولي انك ترجعيها للمنظر الجمالي اللي هي تكون ممكن عايشه جواه. اسمح لي يا دكتور نستقبل التليفونات. معانا نجاة من القاهره. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور عليكم. صباح الخير على الدكتور. لو سمحت عايزه بس اسال الدكتور سؤال. الدكتور معاكي، اتفضلي. دكتور. الو. اتفضلي. اهلا دكتور، معاكي اتفضلي. انا عندي ولد كانت حصلت له حادثه، فواخده من وشه لودنه كده، فعايزه يعني اعمل له عمليه تجميل. الحادثه من قد ايه؟ الحادثه من قد ايه؟ هو عمره قد ايه؟ يعني هو عنده من 30 يعني 25 سنه كده، وعنده 33. هو كان بيتعالج في الجمرداس، واخده بالك؟ وعملوا له شرايح وربوا شالوا شريحه وعملوا شريحه وكده. مش مهتمين بيه في الجمرداس يعني شويه. لا ابدا، ما نقدرش. طيب ما نقدرش. طيب هو دكتور منير بيرد عليك دلوقتي يا استاذه نجاة. لا احنا ما نقدرش نقول مش مهتمين بيه، لان هي كونها بتقول في شرايح معنى كده ان كان في تكسير في العظايم بتاعه الوجه بطريقه معينه، فطبعا الدكتور المجزيلو فيشل بيدخل يتدخل الاول يصلح هذه الكسور اللي موجوده في عظام الوجه، وبعد كده الناحيه الجماليه بنقدر نتعامل فيها ونشوفها. غير الموضوع الناحيه الجماليه ده بياخد وقت طويل بالزبط. في العلاج. فهو لا خلاص الناحيه الشرايح اتعملت، فهو دلوقتي المفروض ان احنا بنكمل الجزء الجمالي اللي موجود فيها. هي طبعا محتاجه للمناظره والحاله ربنا يوفق ايديها ان شاء الله. ان شاء الله. كنا بنتكلم يا دكتور عن جمال الانف. طب المشاكل المتعلقه بالانف زي الجيوب الانفيه بتتطلب برضو
عمل عمليات جراحية، هل حضرتك مع العمليات دي ولا استخدام مية البحر؟ لأن طبعا احنا مع التكييف وأسلوب الحياة المختلف يعني طلعت موضة كده العمليات في الجيوب الأنفية، وبعدين شوية كده نقول ايه لا العمليات دي وقتية ولازم نعمل عمليات تانية، وأصبحت زي تجارة. لا لا، بصي، الجيوب الانفيه دي حاجه تخصص بها الدكتور المسؤول عن انف الاذن والحنجره، طبعا دي تخصصه الاساسي، لكن هو معروف ان الجيوب الانفيه لو تكون فيها سائل صديدي وابتدى يبقى فيه عدم تركيز وابتدى يعمل صداع وابتدى يعمل رشح وابتدى ما يستجيبش للعلاج الطبي، انا من خبرتي مع زملائي اللي بيشتغلوا في هذا المجال ان هم بيضطروا بيعملوا بزل وتدخل جراحي لعلاج هذه الجيوب الانفيه المزمنه، انما هي عمرها ما هتكون لا ليست موضه يا استاذه ابدا، ده بالعكس هنا في تدخل جراحي طبعا يسأل عنه دكتور الانف والاذن، انما عاده لما بيكون التهاب صديدي مزمن موجود وغير مستجيب للعلاج هم من خبرتهم بيقدروا يعملوا عمليات زي البزل وحاجات زي كده. المره الجايه هنتكلم عن ايه يا دكتور؟ ممكن المره الجايه نتكلم عن جراحات اليد، لان في مؤتمر قريب هيتعمل في جراحات اليد باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل فقرات وحوارات صباح الخير يا مصر.